الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لقد انتشر مقطع لفضيلة الشيخ الوالد صالح بن فوزان الفوزان بفتوى مفادها عدم جواز بيع الصقور. وهذه المسألة مسألة خلافية حتى في مذهب الحنابلة، مع أن الرواية المعتمدة والتي نص عليها الفقهاء في كتبهم كما في زاد المستقنع في اختصار المقنع حينما قال: وسباع البهائم التي تصلح للصيد. فكأن سباع البهائم على قسمين، قسم يصلح للصيد وقسم لا يصلح للصيد. فعلق الشيخ ابن عثيمين في شرحه الممتع على زاد المستقنع قال: وسباع البهائم التي تصلح للصيد أي يجوز بيعها. وقال رحمه الله: وكذلك الصقور وغيرها، كل سباع البهائم من طائر وماش إذا كان يصلح للصيد فإنه يجوز بيعه، لأنه يباع لمنفعة مباحة. وسئل الشيخ بن باز رحمه الله تعالى كما في موقعه الرسمي في حكم اقتناء الطيور التي لا تؤكل، فقال رحمه الله: إذا كان ينتفع بها مثل الصقر والشاهين، إذا اشتريتها للصيد، ظاهر كلامه للعلم أنه لا بأس بها. وحتى في اللجنة الدائمة في فتاوى اللجنة الفتوى رقم 21908 ورد على اللجنة سؤال: إنني ممن يهوى جمع الصقور المهاجرة بحيث نضع لها فخا وشبكا وطعما حتى تقع فيه، فإذا وقعت تاجرنا بها واستخدمنا بعضها في الصيد، وهذا العمل كله يكون في حدود الحرم المكي، فالإمساك بها يكون داخل حدود الحرم، فهل يجوز بهذه الطريقة داخل حدود الحرم؟ وهل يجوز المتاجرة بها داخل حدود الحرم إن كانت ممسوكة سواء داخل حدود الحرم أو خارجه؟ أفتونا مأجورين وثابكم الله. فأجابت اللجنة: لا بأس بإمساك الصقور في الحرم وغيره، لأنها محرمة الأكل، والصيد المحرم إمساكه في حدود الحرم هو الذي يباح أكله، فهي محرمة الأكل وليست من الصيد، ولا بأس بتملكها إذا لم تكن مملوكة لأحد وبيعها للاصطياد بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة يعني بتوقيع الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي العام والشيخ عبد الله الغديان وأيضا حتى الشيخ صالح الفوزان أوقع على هذه الفتوى. فهذا يدل على أن هذاك الموقف أن له رأي شخصي، وتوقيعه هنا في اللجنة إما أن يكون له رأي سابق أو أنه لا يريد إظهار المخالفة احتراما للجنة والمفتي العام. فعموما المسألة خلافية، والراجح من أقوال أهل العلم في جواز بيع الصقور. والسلام عليكم ورحمة الله.